وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، بارئ الخلائق أجمعين، باعث الأنبياء والمرسلين، ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الأبرار المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا، واللعنة الدائمة الأبدية على أعدائهم إلى يوم الدين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: فآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ذلك خير للذين يريدون وجه الله وأولئك هم المفلحون. الحديث حول حقوق الله وحول حقوق رسول الله صلى الله عليه وآله وحول حقوق الأئمة الأطهار صلوات الله وسلامه عليهم علينا حديث متشعب مترامي الأطراف، إلا أننا في هذا المبحث سنقتصر على حق من حقوق قربى رسول الله عليهم جميعا الصلاة والسلام. وفآت، وفي آية أخرى وآت، فآت ذا القربى حقه، إحدى تلك الحقوق هو حق الزيارة، أن نزور سيد شباب أهل الجنة، أن نزور الإمام أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليهما، وأن نزور سائر الأئمة المعصومين ومن انتسب إليهم من تلك المراتب السامية العالية. فآت ذا القربى حقه، من الحقوق حق الزيارة. وسيدور البحث بإذن الله تعالى حول محاور ثلاثة. المحور الأول هو محور فقه المصطلحات المزدوجة الاستعمال. المحور الثاني محور الزائر النموذجي أو الزائر المثالي. المحور الثالث هو محور أهمية الزيارة الأربعينية وغيرها وقيمتها، درجة قيمتها الذاتية والموضوعية التي تحظى بها. نبدأ برواية شريفة، على ضوء هذه الرواية الشريفة سنبحث كلا المحورين الأولين، محور فقه المصطلحات المزدوجة الاستعمال، ومنها المصطلحات التي ترتبط بالزيارة والزائر، والمحور الآخر محور الزائر المثالي. نذكر هذه الرواية
ثم لو بقي وقت ننطلق للمحور الثالث إن شاء الله. فقد روى في كامل الزيارات عن محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عن محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه صلوات الله وسلامه قال: قلت له: إذا خرجنا إلى أبيك، أي سيد شباب أهل الجنة، إذا الأب يطلق على الجد أيضا، أفلسنا في حج؟ هنا موطن بحث فقه المصطلحات المزدوجة الاستعمال. إذا خرجنا إلى أبيك عن زيارة الإمام الحسين عليه صلوات الله وسلامه، أفلسنا في حج؟ قال: بلى، يعني أنت وأنتم في حج، إذن هذا حج، زيارة سيد شباب أهل الجنة حج. قلت: فيلزمنا ما يلزم الحاج؟ لعل السائل أراد أن يتثبت من أن الإمام صلوات الله وسلامه عليه لم يرد الحج اللغوي، وإنما أراد معنى أعمق وأدق، وهو أنه حج اصطلاحي أيضا. الحج اللغوي هو القصد، الحج هو القصد، لكن مع قيد أن يكون المقصود عظيما. لا يقال لكل زيارة لا يطلق عليها الحج، إنما لو كان المزور عظيما فيقال: حججت إلى فلان أو إلى المكان الفلاني. قلت: فيلزمنا ما يلزم الحاج؟ إذا الحج لغوي قصد لا يلزم شيء، أما إذا كان حجا اصطلاحيا وحقيقة مخترعة شارعية فهناك لها شروط وموانع وضوابط وغير ذلك. قال الإمام: ماذا؟ لعله لكي يتكرس السؤال والجواب في الذهن، لكي ننطلق إلى فقه المصطلحات المزدوجة الاستعمال. قال: ماذا؟ قلت: من الأشياء التي يلزم الحاج، في الحج أكو ضوابط وشروط ومحرمات. قال الإمام أجاب بجواب يفيدنا في هذا البحث الذي أسسنا له. قال: يلزمك، وذكر سلسلة من الأمور المشترطة في الزيارة بين واجب ومستحب، سنشير لها في البحث اللاحق إن شاء الله في عنوان الزائر المثالي. إذن نبدأ بالعنوان الأول. الإمام أطلق، السائل أطلق كلمة الحج، والإمام أقره على ذلك وأكد ذلك، ثم بدأ يفصل. فنقول في هذا المبحث: أولا، هنالك مصطلحات مزدوجة الاستعمال، مثل ماذا؟ ثم ننقل الوجه فيها ما هو. من المصطلحات الجهاد. الجهاد مصطلح مزدوج الاستعمال. الجهاد يستعمل في الجهاد بالمعنى المعروف بأن يشهر الإنسان سيفه أو بندقيته وينطلق إلى ساحات الوغى، لكن للجهاد معنى آخر أيضا، للجهاد إطلاق آخر، مثل قوله صلوات الله وسلامه عليه: جهاد المرأة حسن التبعل، هذا جهاد، لكنه يختلف عن ذلك الجهاد، ولذلك الجهاد ضوابط، ولهذا الجهاد ضوابط أخرى. ولم يستخدم الجهاد في الإطلاق الثاني بالمعنى اللغوي الصرف، يعني بذل الجهد، لا، معنى مصطلح شرعي، لكن كيف سيأتي إن شاء الله. مثال آخر: العدالة. العدالة مصطلح شرعي لكن له إطلاقات. العدالة في مرجع التقليد أمر لها معنى وضوابط.
أما العدالة المشترطة في الشاهدين فأمر آخر. العدالة المشترطة في إمام الجماعة أمر آخر أوسع وأكثر توسعة. إذن العدالة من المصطلحات المزدوجة الاستعمال أو المتعددة الاستعمال. وكذلك كلمة الإمام أين إني جاعلك للناس إماما لإبراهيم النبي ولسائر الأنبياء العظام وللأئمة صلوات الله وسلامه عليهم، وأين إمام الجماعة؟ إمام الجماعة إمام بلا شك، وإمام المسلمين خليفة رسول الله صلى الله عليه وآله إمام، كلاهما يطلق عليه إمام ولا تجوز في ذلك ولا مجازية، إلا أن هذا أين وذاك أين، هناك ضوابط لهذا وكواشف عنه وضوابط لذاك وكواشف عنه أيضا. مثال آخر الشهيد. الشهيد من المصطلحات المزدوجة الاستعمال. من مات على حب آل محمد مات شهيدا. الشهيد في سوح الوغى وميدان المعركة ميادين الحرب له ضوابط وأحكام، لكن هذا أيضا شهيد بالمعنى اللغوي لا، معنى مصطلح له آثار خاصة. مثال آخر فيما يرتبط بجو الزيارة، وهذا التمهيد كان فيما يرتبط بالزيارة، تمهيد لحديثنا عن الزائر وعن الزيارة وما يتعلق بفقه مصطلحات الزيارة، والذي نرى ضرورة أن تكتب دراسات تخصصية عن هذا البحث العام، فقه المصطلحات المزدوجة الاستعمال أو المتعددة الاستعمال، وخاصة في شأن الزيارة أيضا. الحائر، ما المراد بالحائر؟ الحائر الحسيني صلوات الله وسلامه عليه. الشهيد في الذكرى ينقل روايات وأقوال، منها أن الحائر من كل جهة 5 فراسخ، يعني حوالي 28 كيلومتر من كل جهة من الجهات منطلقا من المرقد الشريف. القول الثاني هو 4 فراسخ من كل الجهات. القول الثالث هو فرسخ، يذكرها الشهيد في الذكرى. وأما ابن إدريس الحلي فيرى بأن الحائر هو ما ضمته أسوار الحرم الشريف والمسجد المحيط به، هذا هو الحائر. وهناك رأي آخر يرى أن الحائر هو ما كان إلى بعد 25 ذراعا عن المرقد المطهر، أو 24 ذراعا أو 27 ذراعا، على 3 أقوال. ما هو وجه الجمع بين هذه الإطلاقات؟ هذه إطلاقات. الشهيد في الذكرى حمل الإطلاقات 3 الأولى التي اقتصر على نقلها فيما رأيت، حملها على مراتب الفضل، إلا أن الأمر أوسع من ذلك وأعمق، ولنا حوله حديث فقهي نتركه لوقته، إلا أن هذه إشارة فقط. فقه المصطلحات المتعددة الاستعمال والمزدوجة الاستعمال، الآثار الشرعية تختلف والآثار الغيبية أيضا مختلفة، من حيث أن التربة فيها الشفاء، من حيث التقصير في الصلاة أو الإتمام، ومن حيثيات أخرى متعددة نتركها لمحلها إن شاء الله. إذن هذا بحث فقه المصطلحات المزدوجة. الحج من هذا القبيل، عندما يسأل محمد بن مسلم وهو من الفقهاء الكبار، يسأل الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه عن زائر سيد شباب أهل الجنة، فيقول أفلسنا في حج؟ قال بلى. هذا حج، كما أنه الإطلاقات الأخرى أيضا كانت إطلاقات مستخدمة في لسان الشرع، ولا يراد بالحج الحج اللغوي، بل
بإيجاز، لأن هذا البحث أيضا مفصل، بإيجاز نقول الإطلاقات المتعددة لها وجوه قد تكون من باب المراتب، هذا وجه من الوجوه، وقد يحمل عليه الحائر بدرجاته، وقد يكون من باب الوجود التنزيلي كما في الطواف بالبيت صلاة. الطواف بالبيت الشارع يقول صلاة، ماذا يعني ذلك؟ يعني ذلك أن الشارع نزل هذه الحركات منزلة الصلاة واعتبرها صلاة حقيقة لكن بوجود تنزيلي. هل الحج في كلام الإمام الصادق عليه السلام من هذا القبيل؟ يعني حج الحسين صلوات الله وسلامه عليه حج تنزيلي، حج بيت الله الحرام هو المعنى الأول وهذا حج تنزيلي. الوجه الثالث، الوجه الأول إذن المراتب، الوجه الثاني الوجود التنزيلي، الوجه الثالث أن يكون هنالك جامع، وهذا أيضا محتمل أن يكون لفظ الحج موضوعا لجامع ينطبق على حج بيت الله الحرام كصنف من أصناف هذا النوع، وينطبق على حج الحسين كصنف آخر، ولكل منهما ضوابط وشرائط معينة، هذا أيضا احتمال. وهناك احتمالات أخرى منها الاشتراك اللفظي ومنها غير ذلك، نترك تفصيله لوقت آخر لأن هذا البحث بالذات يستدعي لعله ساعات من الكلام. إذن المحور الأول الذي ينبغي أن نتوقف عنده هو محور المصطلحات المزدوجة أو المتعددة الاستعمال والاستخدام، ومنها مصطلحات كثيرة حول الزيارة والزائر والحرم والحائر والحريم وغير ذلك. المبحث الثاني هو مبحث الزائر المثالي. الزائر المثالي الإمام يذكر شروطه هاهنا ومواصفاته، ويقول إذا تمتع الزائر رزقنا الله وإياكم بهذه الصفات، نص كلام الإمام، فقد تم حجك وعمرتك، يعني يعتبرها حج، يؤكد الإمام في نهاية الكلام أن هذا حج وهذه عمرة، لكن على ما ذكرنا أنه اصطلاح متعدد الاستخدام. لا نخجل، البعض قد يتحرج أو قد يهاجم، شلون تعبرون عنه بالحج؟ لما تخاف؟ ما دام الروايات موجودة وما دام البيان العقلائي المنطقي لذلك موجودة وما دام الشرع بناؤه في الكثير من المواطن على تعدد الإطلاقات والتعدد في المصطلحات، فلما الخوف؟ الإنسان عليه أن لا يخاف إلا من الله سبحانه وتعالى. المهم، فنرجع إلى عنوان الزائر المثالي تتمة لهذه الرواية المذكورة في كامل الزيارات. الروايات متعددة حول الزائر المثالي، هذه إحدى الروايات، لو جمعناها هذا بحث ينبغي أن يبحث، وبتعبير آخر أن تكون هناك رسالة عملية للزائرين والسائرين. في أيام الأربعين العام الماضي حوالي 17 مليون إنسان جاءوا للزيارة، وبعضهم ظل في أجواء الزيارة، وفي المشي حوالي 15 يوما أو أكثر يحتاجون إلى رسالة عملية مستقلة في شتى أبعادهم، وأقل صفحاتها ستكون 500 صفحة. قال الإمام، لاحظوا أن الإمام يذكر بعض القضايا المستحبة والواجبة، المكروهة والمحرمة. قال يلزمك الزائر الحسيني، وكذلك زائر أي مرقد من المراقد المطهرة، يلزمك حسن الصحبة لمن يصحبك، أن يكون الإنسان هشا بشا خدوما مبادرا إلى الخدمة وإلى مساعدة الآخرين والأخذ بأيديهم والشد من أزرهم والتخفيف عن معاناتهم وعونهم في شتى الجهات. حسن الصحبة،
إذا شفت الزائر الآخر صديقك أو غير صديقك ينزعج من النور المضاء في الخيمة، فأنت لا تضغط لكي تمشي رغبتك، بل رجح رغبته على رغبتك، أو البرد والحر أو غير ذلك. يلزمك حسن الصحبة لمن يصحبك، هذا واحد. اثنين، ويلزمك قلة الكلام إلا بخير، مما أعبر عنه توضيحا لكلام الإمام صلوات الله وسلامه عليه بثقافة الصمت الهادف والكلام الهادف. زيارة الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام من أفضل الفرص لكي نتعلم هذه الثقافة، أن لا نتكلم إلا بخير، وأن لا نصمت إلا صمتا فيه عبرة وفيه فكرة وفيه تدبر وفيه تأمل وفيه تزكية للنفس وتطهير لها. ويلزمك قلة الكلام إلا بخير، فيتكلم بخير ويصمت عن حكمة. ويلزمك كثرة ذكر الله. الملايين من الزائرين لو رطبوا جميعا، وما أكثر من يفعل ذلك ولله الحمد، لكن المزيد ثم المزيد، لو رطبوا جميعا ألسنتهم وأفواههم بذكر الله، الكل تراه يقول لا إله إلا الله، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، الكل يقول اللهم صل على محمد وآل محمد. ما أجمل هذا المنظر، وما أروعه، وما أشده تأثيرا في النفوس، وما أعلى هذه الأصوات وأسماها مرتبة عند الله سبحانه. كل الزائرين ليلا نهارا تجدهم مشغولين بذكر الله سبحانه، هذا الزائر المثالي، كثير منهم مثاليون بلا شك، لكن نطمح في أن يكون الكل إن شاء الله كذلك، ومن كان كذلك فليزدد من الخير وليزدد. ويلزمك الإمام يكمل نظافة الثياب، لأن سفرة، هذه السفرة من الطبيعي خاصة للسائرين أن تتقدر أو تتلوث إلى حد ما ملابس الإنسان في مطر وتراب وغبار وغيره، لكن يلزمك نظافة الثياب، هذا المظهر الجميل البهي المحبذ. النظافة عنوان رئيسي في الشريعة الإسلامية، والسيد الوالد رحمة الله عليه وعلى علماء الإسلام جميعا كتب كتابا مستقلا ضخما باسم النظافة في مسائلها الفقهية من واجب ومستحب وغير ذلك. ثم يقول الإمام صلوات الله وسلامه عليه ويلزمك الخشوع، أن يكون الإنسان قلبه خاشع، مستعش يوم الإنسان يكون قلبه معلقا بالله وبأهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم، لا يفكر في هذا الجانب ولا يفكر في ذاك الجانب، لا في مال ولا مادة ولا دنيا ولا غير ذلك، ولا رياسة ولا أي شهوة من الشهوات، يعلق قلبه بالله، يكون خاشعا بحيث يكون ممن يذكركم الله رؤيته، كل زائر ما أروع ذلك، هذا هو الزائر المثالي. ويلزمك الخشوع وكثرة الصلاة. إذا أنتم تشوفون طريق الزائرين ليلا نهارا ولله الحمد، أوقات الصلوات عموما شاهدنا أن الزائرين ملتزمون بالصلاة في أول الوقت العام الأغلب منهم فيما أعلم، لكن لو كانت الأوقات المختلفة عندما يدخلون في الخيام للاستراحة فليبدأوا بركعتين، وإن كان متعبا أو كانت متعبة جدا أو كان الطفل الصغير متعبا فليبدأوا بركعتين من الصلوات، وليتوسطوا الاستراحة بركعات، وليختموها بركعات في الخيمة في الشارع، مظهر عام خلي يكون، هذه أفضل دعوة للدين ولسيد شباب أهل الجنة صلوات الله وسلامه عليه. وكثرة الصلاة، والصلاة على محمد وآل محمد. ويلزمك التوقي عن أخذ ما ليس لك، أنا محرم
فتوقف عن أن تأخذ وإن كان تكرمون حذاء الآخر لو اختلط الأمر. ويلزمك أن تغض بصرك. ولاحظوا الدقة، كنت أفكر الحديث حول هذه الرواية يستدعي ساعات من الكلام، لكن ضيق الوقت يلجؤنا لكي نبحث ونشير إشارات سريعة جدا. الإمام يقول ويلزمك أن تغض بصرك، ولم يستخدم كلمة من، لم يقل يلزمك أن تغض من بصرك كما في الآية الشريفة قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم. هناك فرق دقيق، لأن الإمام صلوات الله وسلامه عليه لا ينطق بكلمة إلا بوجه، ولا يترك ذكر كلمة إلا لحكمة. لماذا لم يذكر الإمام من ها هنا؟ لأن المطلوب من الزائر هو فوق المطلوب من عامة الناس. المطلوب من عامة الناس قل للمؤمنين يغضوا من أبصار، يعني بعض الغض، لكن الزائر عليه كل الغض. بعض الغض هو الواجب، أما كل الغض يعني لا بعض الغض يعني أن لا يتعمد النظر إلى وجوه النساء الأجنبيات، لكن له النظرة الأولى، لو سقطت عينه عفوا على امرأة فعليه أن يغض فورا. هاي النظرة الأولى غير المتعمدة التي ارتد فورا عنها وتراجع، ليست بمحرمة، لكن الزائر عليه أن يحتاط في هذه القضية أيضا، يعني يكون مثلا منكس الرأس بحيث حتى النظرة الأولى لا تقع على وجوه النساء الأجنبيات، ما أروع ذلك. وهذه دورة تربوية طوال السنة، يعني من تعود على أن ينكس رأسه، طبيعي الإنسان عندما يكون يطلع ها هنا وهنالك حتى لو كان متقيا تقع عيناه على امرأة أجنبية، لما تنطبع صورة امرأة أجنبية حتى المقدار المحلل منها، حتى لو كان بلا شهوة لما تنطبع في خزانة ذهن الإنسان؟ هذا لعله يأثر على النطفة أيضا كأثر وضعي، لما تنطبع في التلفزيون أو في غير التلفزيون؟ فلا تنطبع، الإنسان المؤمن منزه حتى عن ذلك. فهذه دورة تربوية أن يغض، ويلزمك أن تغض بصرك، مو تغض من بصرك. ويلزمك أن تعود إلى أهل الحاجة من إخوانك إذا رأيت منقطعا. هذه الرواية أيضا تحدد في ضمن الضوابط العلاقة مع المجتمع، علاقة الإنسان مع المجتمع المحيط به من الزوار ونظائرهم كيف ينبغي أن تكون، أن تعود إلى أهل الحاجة. أكو بعض الناس تشوفهم مبادرين للخدمة، دخلوا الآن في مجلس، في مسجد، في حسينية، في خيمة، تشون بعض الناس يتراخى عن الخدمة، لكن بعض الناس كأنه وقف نفسه للخدمة، هو متعب لكن يقوم لأن يعرف الأجر العظيم لهذه الخدمة. من قضى لأخيه المؤمن حاجة قضى الله له يوم القيامة 70 حاجة أيسرها دخول الجنة. فما أعلاها؟ ليش؟ لما يفرط الإنسان في ذلك؟ وفي رواية أخرى من قضى لأخيه المؤمن حاجة قضى الله له 100,000 حاجة، وخاصة حاجات الزوار. فليكن الإنسان متعبا، خلي يكون هذا الإنسان محور للخدمة في مختلف الأبعاد. هي أيام، إذا المجتمع تربى على هذه الحالة، شوفوا أن هذه النهضة الحسينية ما الذي ستصنعه من التموجات في العالم كله، في العالم كله. هذه الزيارة المليونية تموجاتها في العالم رهيبة جدا حقيقة، تموجاتها المنظورة وغير المنظورة، حتى أن بعض المحققين تتبع ولاحظ واستقرأ وبعث بعض الناس لكي يتتبعوا، فوجدوا أنه لعله من أهم من الأسباب بلا شك، لكن لعله من أهم أسباب هذا الربيع العربي أنه تموج وتموجات
لهذه الزيارة المليونية الحسينية. الفضائيات سنين تنشر وتبث هذا الزحف الإلهي الكبير نحو سيد الأحرار ونحو ذاك الإمام الذي ضحى بالغالي والنفيس في سبيل الله وفي سبيل الإصلاح. هذا وسيد شباب أهل الجنة، كل سني وشيعي قبله، ماكو مخالف لا يقبله الإمام الحسين عليه السلام. هذه تؤثر في طبقات اللاوعي وعلى مدى الخبرات المتراكمة في داخل النفس. الربيع العربي اللي هذا مع الأسف احنا من نفصح عنه ولا نظهره ولا نبحثه، تموج من تموجات الزيارات المليونية الحسينية. فما بالك لو أن الزوار كلهم كانوا مثاليين كما يقول إمامنا الصادق عليه السلام: ويلزمك أن تعود إلى أهل الحاجة من إخوانك إذا رأيت منقطعا، والمواساة، أي يلزمك المواساة. ثم يقول بعد بعض المقاطع: ويلزمك الورع عما نهيت عنه، والخصومة، أي الورع عن الخصومة، وكثرة، أي الورع عن كثرة الأيمان والجدال الذي فيه الأيمان. فإذا فعلت ذلك فقد تم حجك وعمرتك. هذه زيارة الإمام الحسين عليه السلام هي حج وهي عمرة بالإطلاق الشرعي الشارعي الثاني. واستوجبت من الذي طلبت ما من الذي طلبت ما عنده بنفقتك واغترابك عن أهلك ورغبتك فيما رغبت أن تنصرف بالمغفرة والرحمة والرضوان. وهذه مراتب ثلاثة متسلسلة في التعالي: أن تنصرف بالمغفرة أولا، وبالرحمة وهي رتبة فوق المغفرة ثانيا، وبالرضوان حيث يقول تعالى: ورضوان من الله أكبر. والحديث يستدعي المزيد من الكلام، وبقي لنا محورنا الثالث وهو محور مهم إلى أبعد الحدود، وكان لنا فيه كلام قد يكون يدفع الكثير من الشبهات حتى في أكثر الناس تجددا وتوهما أنه حضاري أو ما أشبه ذلك، في أهمية هذه الزيارة المليونية، والتي نرى أن من الواجب على الدولة أن تعطل 10 أيام 15 يوم الوظائف والإدارات والوزارات وغيرها والمدارس لكي يشارك الجميع في هذه الزيارة، ليس فقط نظرا للروايات ولا نظرا للأجر العظيم وهو كاف في الوجوب، وإنما لأنني تتبعت كلمات أهم علماء الاجتماع المعاصر، وكنت جايب كتاب حتى أنقل منه لكن مع الأسف الوقت ضاق. بعض أهم علماء الاجتماع الذين يقبلهم العالم والذين لهم معروفية على مستوى عالمي يتحدثون عن خصوص زيارة الإمام الحسين عليه السلام وعن خصوص الشعائر الحسينية وعن دورها الذي لا يضارع في توطيد كيان الزمرة المرجعية لمجتمعات المدنية والمذهبية إلى غير ذلك مما يذكرونه مما سيأتي في وقت آخر لو شاء الله سبحانه وتعالى. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.